السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتنا. لبالي بلي كرهتوا الموضوع تاع ليكيب ناسيونال والجزائر وتعاود ماتش ما يتعاودش، ولكن كاين واحد المصدر من موقع الفيفا بالك بشرنا بالتوقيت اللي راه يخرجوا فيه القرار. قبل ذلك لايك باه يوصلكم دائما جديد في القناه هذه، ابوني في القناه وان شاء الله دائما يوصلكم جديد ان شاء الله. قبل لا نهضروا على مباراه الجزائر، شوفوا الخبر هذا الساعه: شرف الدين عماره يقرر البقاء في منصبه رسميا ويتراجع عن الاستقالة. لماذا وكيف ولا كذا؟ جاوبونا عليها جماعة من عندكم يا جماعة. يعني في رأيك اسكو سمع هكا إشاعات بلي المباراة راه تعاود، دخلوا المسؤولين قالوا لهم التراجع في الاستقالة تاعك. المهم لكم التعليق يا جماعة، شاركونا في الموضوع، خلينا تعليق على الموضوع هذا ونوليو الخبر تاعنا الرسمي اللي هو نقرأ لكم لهنا. أكد مصدر خاص من داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لموقع أن الرد للموقع هذا وين وين أن الرد على الشكوى الجزائرية المقدمة بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 سيصدر خلال الفترة بين 15 و30 مايو إن شاء الله. سما المهم راهم في الفترة هذه راح يصدر القرار وإن شاء الله يهنيونا ونصيبه قبل يعني 15 يوم، والله بزاف يا جماعة. واش رأيكم؟ اتركوا لنا تعليق. ولهنا مراد مازار تدخل البارح في قناة البلاد وقال مراد مازار قال أن مصادره أن موعد إعلان القرار سيكون في أي لحظة ممكن بعد 24 ساعة من الآن إلى حتى 15 مايو. هذا ما يأكده مازار والموقع هذاك اللي قلنا عليه قبل قليل. إيسونسيال يا جماعة مدونا رأيكم على بالي بلي أكدي قوتيتو شو صبروا برك. من 15 مايو إن شاء الله راح تكون ردة الفعل الفيفا، سواء بالإيجاب سواء بالسلب، سواء بمعاقبة قصامة سواء معاقبة الجزائر وعاقبها خلصوا ماليا. إيسونسيال حنا اللي حابينو يكون رد، وإن شاء الله بالإيجاب إن شاء الله يا رب العالمين. فقط اتركوا لنا تعليق على الموضوع هذا. واش رايكم في عماره اللي ربما كاينه شكوك لانه باه يرجع لكاك برك ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. انا الشك تاعي انه بالك فيها خير ان شاء الله لمباراه الجزائر ان شاء الله. هذه اخبارنا تاع الساعه، لا تنسوا الاجابه بالفيديو جماعه، لايك باه يوصلكم دائما جديد، ابوني في القناه توجور، شاركنا وفيدنا بمعلوماتك ومع فيديو جديد. سلام خاوتي.